مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاءنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال الأهلي ليلة، وبسعد بصحبة حضراتكم وإحنا معاكم في الأهلي ليلة على مدار 3 ساعات، وأيضا حيكون معايا في فقرات مختلفة ومتنوعة من خلال هذه الحلقة زملائي الأعزاء أمير هشام وزميلي العزيز الكابتن خالد العوضي، وتغطيات مختلفة تتعلق بموضوعات على مستوى كرة القدم وعلى مستوى كافة اللعبات والرياضات الأخرى. طبعا احنا جميعا سعداء بالتأهل والصعود لدوري المجموعات ودور 16 في البطولة الأفريقية، لأن هذه المرحلة زي ما قلنا سواء بننظر لمشوار النادي الأهلي في هذه الفترة على مستوى الدوري العام أو البطولات الدولية اللي بيشارك فيها، أن الحسابات في شهر ديسمبر بالنسبة لنا هي حسابات المكسب والخسارة والتأهل، سواء بنتكلم عن إجمالي مباراتين ده بالنسبة لبطولة أفريقيا أو المباراة الواحدة والحصول على نقاطها في الدوري الممتاز. أما القادم إن شاء الله فإحنا بنفترض أنه هيكون أفضل انطلاقا من بداية شهر يناير مع اكتمال الصفوف وعودة المصابين وقيد كل النجوم سواء اللي أضيفوا في الفترة الأخيرة، الصفقات اللي بيعمل الجميع داخل النادي على إتمامها في هذه المرحلة عشان تكون الأمور أفضل من حيث الأداء والنتائج. وهنتكلم باستفاضة في هذا اللقاء عن أمور كثيرة جدا محيطة بهذه المباراة. بنقول بالتأكيد هزيمة الأهلي في أي لقاء أو حتى فقد نقاط بالتعادل في أي مباراة من المباريات المحلية والدولية أمر لا يرضينا، ولكن هذه المرحلة مرحلة الحسابات اللي بتتعلق بالمكسب والخسارة، وهذا هو البعد الأول أو هو الأولوية القصوى لهذه المرحلة الانتقالية اللي فيها تعديلات كثيرة جدا بتجرى في صفوف الفريق من حيث التعاقدات والإدارة الفنية وشكل أداء الفريق في الفترة الجاية واكتمال الصفوف إن شاء الله. دي كلها تساؤلات مطروحة وهنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل. ويسعدنا في بداية هذا اللقاء فقرتنا الرئيسية النهاردة في الأهلي الليلة هو حوار موسع عن فريق الكرة ومشواره الأفريقي ومشواره أيضا ونتائجه الأخيرة في البطولة المفضلة لجمهور النادي الأهلي، المسابقة المحلية أو الدوري الممتاز المصري لكرة القدم. نرحب في بداية هذا الحوار بالناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع. مساء الخير وأهلا بحضرتك أستاذ عصام. أهلا بحضرتك أستاذ محمد وكل جمهور المتابعين في قناة الأهلي في مصر ووطننا العربي وقارة أفريقيا وكل مغتربينا المصريين. كل سنة وحضرتك طيب ويا رب يكون عام سعيد علينا جميعا إن شاء الله. على مصر أول شيء يا رب يا رب، يعني عام سعيد 2019 إن شاء الله هيكون في كل جديد في عنوان مصر الجديدة إن شاء الله. هنبدأ بآخر الأخبار طبعا هو ردود الأفعال ورؤية حضرتك لما دار فنيا خلال مباراة الأهلي على ملعب المنافس فريق أو بطل إثيوبيا فريق جيما، ونتيجة المباراة بفوز المنافس في هذا اللقاء على الأهلي 1-0. حضرتك شايف إجمالا التأهل والصعود لدور الستاشر، ولكن النتيجة طبعا اللي بنعتبرها بالتأكيد دايما غير مرضية لينا في حالة عدم الفوز في أي مباراة، شايف الأمور دي إزاي؟ هو لما تتحدث زي ما حضرتك بتتكلم عن هوى جماهير الأهلي هوى الإدارة الحمراء فيأتي دائما ما هو غلة وحصيلة من النقاط وعدد مرات الفوز مواكب لأداء دايما في القلعة الحمراء الناس بتنتظره من فرقها الرياضية، فما بالنا بكرة القدم، يعني كريمة الرياضة بالنسبة للأهلوية. ومن ثم يعني فصل الخطاب انت لخصته لما قلت انت في مرحلة تجميع النقاط سواء في الدوري او الصعود من التمهيدي الى دوري المجموعات، ويضمن الفارس الأحمر مكانه الطبيعي في دوري المجموعات. نقطتين كده ولكن الأمال بقى بتتزايد انه يكون فترة ما بعد يعني التحصيل ان صح التعبير ان تكون يعني ملفات التوضيب مش هقول الإصلاح جاهزة، ويعني الفايلات محطوطة جنب بعضها، جندي عصام مخرج منفذ منتج وكذا في كل مناحي مراكز اللاعبين أولا. ثانيا زي ما قلت مع حضرتك لو حضرتك فاكر أن هناك ما يسمى بروح الفانيلا الحمراء هي دائما يعني تساوي عطاء كامل، ولكن أن الأوان لأجساد جديدة أن تلبس يعني هذه الروح أو أن تلبسها هذه الروح. في المجمل العام ما أعلن حتى الآن من صفقات بالإضافة طبعا للتعاقد
مع الأرجواني لاساراتي لازاراتي حسب ما بيتنطق في كل يعني مجتمع على حدة. طب يتداول الاسم إعلاميا بأكثر من طريقة. أيوة. لاسارتي بس هو الاسم الأكثر شيوعا في يعني تداوله على وسائل الإعلام وفي المواقع لاسارتي. الجمهور أجمل حاجة بيقول لك لا أصل هم في أمريكا اللاتينية وبيعتبر يعني بيبقى في اجتهادات في يقول لك إيه هو لا هناك لازاراتي هم بيتكلموا زي الطلاق. الجمهور جميل متابع وبيسمع معلقين من كل صوب يعني في الأرض. ومن ثم طبعا حتى دي بدأ بشكل لطيف وهو الراجل فتح لنفسه نافذة مع الجمهور لما قال أنا يمكن مليان شوية لكن فانيلة الأهلي ترتدى يعني أو لباسها مناسبة لي بالضبط مش بس تصور بيها الصورة التقليدية اللي بيعملها كل النجوم يعني في الانتقال اللي هو عرض التيشيرت والرقم والاسم انه حب يدي انطباع للراي العام انه حيتمتع بروح لاعب من لاعبي النادي الاهلي بالظبط وانه جاء يعني ليكون جاهز وفورمه كمان باعتباره ارتدى الشعار ولم يفوز بالصوره وفقط يعني وبالتالي الناس بقى منتظره نتاج ده نتاج يعني لو حضرتك عايز توجه يعني رؤيه او رساله مختصره جدا لجمهور النادي الاهلي عن مباراه اليوم حضرتك عايز تقول لهم عن الرأي الصائب جدا في التوازن بين الفرحة بالصعود والتأهل واستمرارنا في مشوارنا الأفريقي والهدف إن شاء الله الأكبر هو الفوز بالبطولة والتأهل لكأس العالم للأندية وبعض الجماهير لو مش راضي عن النتيجة في المرحلة دي هل تقول لهم أو يمكن أن تقول لهم انتظروا شهر يناير القادم حتى تكتمل الصفوف ونرى الصورة الكاملة بعد عملية إعادة تشكيل وإعادة بناء هو لازم لما عملوا تجديد في لوائح التحكيم عملوا بند كده اسمه هيت اند سي يعني الكره جايه وانا وانت بنجري عليها واحنا الاثنين اوفسايد ما لم يعني نلمسها الراجل ما بقاش بيرفع الرايه يعني وبالتالي لابد من الانتظار ليناير هو موعد يعني الافصاح هو موعد رفع الستار عن نجوم جدد يعني على مسرح الكره الحمراء ومن ثم اعتقد هم بقى في انتظار عرض اوبرالي كما تعودوا كروي طبعا وبالتالي ليس امامهم سبيل الا مزيد من الانتظار خاصه انه الانتظار طال وبقت ايام فارقه يعني فعلا ما بقاش الكلام ده الشهر الجاي نظريا يناير لكن احنا النهارده في 23 منه ديسمبر يعني وبالتالي اسبوع فارق بين رغبة الجماهير العارمة في رؤية نجوم جدد تعاقد معهم الأهلي أيضا رغبتهم في أنه أنا متأكد مش شايف بس أو حاسس أو محلل أنه لا بقى في ربط بينهم وبين المدير الفني الأجنبي فعلا الناس كده وكأنها اتعرفت عليه قبل كده وكأنها شافت شغله قبل كده يبدو أنه فعلا من الفصيل اللي بيتعامل بما تريده الجماهير في منطقتنا واللي حضرتك قلت أنه احنا فعلا هناك شبه كبير بين أمريكا اللاتينية وقارتنا السمراء وأيضا شمالنا العربي الأفريقي بل ربما كمان عرب أسيا عندنا نفس الفكر عندنا نفس الحماس عندنا نفس العواطف عندنا نفس الدراما في التعامل واضح أن حضرتك متوقع أن لاسارتي بداياته حتى قبل ما نشوف الأداء في الملعب تحت قيادته رسميا وهو واقف بيدير أمور الفريق على الخط كمدير فني في الفترة الجاية بدءا من يوم 28 إن شاء الله بداية تفعيل مهمته رسميا مع الفريق إنه هيكون قادر على كسب وجه يعني حب وود الإعلام والرأي العام والجماهير من تعامله وسماته الشخصية من تعامله الأول وكمان حتى لو رحنا للجانب الفني لا مدير فني بيعرض عليه النادي الأهلي بحسب معلوماتي يعني فبيقول أعرف الأهلي فهو يعني من الكبار في البطولات طبقا للرانك العالمي ومن ثم يقول كمان أنا عارف الكرة في أفريقيا وعارف انه ده المورد الاساسي لمنتخب مصر وبالتالي كمان يوقن هذا فيرجئ الكلام 24 ساعة بمعنى انه مفيل الشغل وعايز يشوف شاف فعلا وما اعلمه انه هو جمع داتا بالاضافة للوسطاء بعتوله ما ارادوا اعتقد 6 مباريات ومن ثم قال لا ده الموضوع بقى كبير وباتت ليلته الثالثة أو زي ما بيقولوا 72 ساعة إلى أن قال أنا متأكد من معادلة فيها نجاح ومن ثم أنهى المفاوضات بوصوله للقاهرة فورا ده دي بداية بتقول إن الراجل ده جاي يشتغل حتى
يعني ولو انه كلام متعاد هناك من استطاع التقاطه يعني، اللي هي فكره انه جاي على الشغلانه، جاي على الصنعه، جاي على الملعب، لم يلتقي اولا المدير ولم يعني يكن هناك ما يسمى بروتوكول الضيافه في صالونات النادي اولا او واحده من قاعاته، لكنه راح على الشغل اولا، راح على حجره الملابس، راح ما كانش حريص قوي على البعد او الطابع والشكل الرسمي للاستقبال اللي هو كان بعدها هيروح برضه، لكنه هو جاي بدأ بالملعب. ايوه جاي مفعم بما يبدو رآه من مباريات قدر يتابع منها، ماتش ماتشين مثلا لو قلنا، لانه خد معاه كمان سيديهات اخرى وراح الملعب من هنا من مصر، اتفرج على الماتش الاولاني، واعتقد كمان ان هو تابع مباراه اليوم، ما ظنش انه يفوتها يعني، او حتى انتظرها مسجله تابعها، لانه ده يفرق معاه بقى، يفرق معاه انه يشوف الشغل وهو بيتعمل. الناس طموحها بيزيد لما الايام بتقرب، ولما بتسمع عن لاعبين جدد وعن اخرين. هنا في تمايز على فكره بالنسبه حتى للاعبين اللي قلنا ان هم ممكن ما يكونوش من تلك الشريحه التي تسكن الجزيره الحمراء، لكن الحقيقه ما ترصده عن هؤلاء يعني اللاعبين انه لا متخاذل منهم، لا يمكن ان يكون الا بذل جهد مضاعف، لكن خلاص هو مش من سكان المنطقه دي، ففي حاله كده ما بتنفعش. هنا حضرتك بتفرق بين لاعب مقصر ولاعب مجتهد، ولكن امكاناته قد تكون محدوده او مش اعلى امكانات، لكنه يعني قدم الحقيقه ما يمكن ان يقدمه لاعب كره واثق في قدراته مهما كانت العلامه اللي هنديها له، ايضا جعل الجمهور يحترمه حتى لو لم يحب وجوده في النادي، مش لم يحبه، لكن هو احترم عدم تقصيره واجتهاده في النادي، وحتى لا يعزو ابدا فكره وجوده في النادي للاعب نفسه، بيتكلم عن من اتى به قبلا يعني، ده ربط يعني بيبقى دايما في النادي الاهلي. كلام حضرتك مهم جدا، هينقلنا لاكثر من حاجه مرتبطه بمباراه اليوم. اولا عشان نبقى بنوضح لحضراتكم بعض المفاهيم قد تكون بتنقصنا بعض المعلومات عن طبيعه الملعب وعن الجو والطقس ودرجه الحراره هناك، رغم الخبرات الكبيره اللي بيتمتع بيها النادي الاهلي في التعامل مع مناسبات مشابهه او مباريات مشابهه على مدار اعوام. اثيوبيا صعب جدا. ده بقى اللي عايز اكلم حضرتك هنقول مجموعه من الاخبار، التصريحات اللي صدرت بعد المباراه، تعليق من الجهاز الفني والجهاز الطبي حضرتك تعلق عليها لتوضيح بعض الامور اللي ممكن تبقى المعلومه مش كامله عند المشاهد وهو بيحكم او مؤكد. مش راضي عن النتيجه. هنا الكابتن محمد يوسف بيشكر اللاعبين، بيقول كل الفريق انه كانوا قدر المسؤوليه وعلى قدر المسؤوليه واجتهدوا ولم يقصر احد، لكن ظروف الطقس ونقص الاكسجين اثرت جدا. وبيقول على فكره الفريق ده انا توقعت ان مباراه العوده على ملعبه هتبقى صعبه، لانه شاف انه عنده بعض الامكانات وعنده تمويل جيد ادى الى وجود بعض العناصر، حتى لو الفريق ما عندوش الشهره والاسم والتاريخ المناسب او موازي للنادي الاهلي او قريب من مستوى انجازات النادي الاهلي، لكن كابتن يوسف بيقول الفريق ده عنده امكانات هو توقع من خلال متابعته في المباراه. على فكره رأي حضرتك ايه في كره القدم؟ طبعا محمد يوسف خبره متعاظمه في مجال كره القدم، لكن الطقس في اثيوبيا ليس جديد. انا طبعا متاكد انه الطاقم الفني والطبي اكيد يعني ارى اذا احنا اللي مش في الشغلانه الا مراقبين قاريين وعارفين انه لابد لك من تاقلم ما اعلمه من 8 ل 11 يوم، يعني اذا كان الكلام يعني علمي قوي، حتى تستطيع ان تدرك الفارق، لانك بتلعب فوق مستوى سطح البحر من 23 ل 25 الف قدم، واعتقد انه الجمهور دايما بيسمعها لكن لا يدرك انه الاكسجين فعلا بيخلص فجاه، فقد تجد لاعب لا يستطيع ان يجري لقرابه الخمسه يارده، ده كلام حقيقي، ممكن في اخر المباراه تلحظه في بعض، لانه مش متاقلم على بذل نفس الجهد في الظروف دي. لا يمكن، لا يمكن. وهناك وقع شهيره، كان في منتخب وكان في اكثريه من نجوم الاهلي منتخب شباب، وفي التصفيات امم افريقيا للشباب وقتها مع الكابتن حلمي طولان، وده راجل يعني اما بنقول عليه كمدرب مصري بنقول دايما انه بطعم الاجانب، يعني مدرب ملتزم متزن، كسب هنا 5-0 في الاوقات ما بعد ال 45 دقيقه الاولى بدا التراجع في الاكسجين، وبالتالي خسر منتخب مصر 5-0، ولولا ضربات الجزاء لودع البطوله في مشهد زي ما بيقولوا المعلقين دراماتيكي جدا جدا. وبالتالي هل كان هناك يعني وقت مناسب للتاقلم علشان يظهر الاهلي في اقل مستوى للخسائر، وبالتالي يعني هدف واحد
ضمن الصعود. هل كان يجب أن يصل الأهلي مثلا صباح يوم المباراة؟ دي الحاجات اللي السؤال فيها مش هيبقى ملحة قوي، لأنه النتيجة عبرت بالنادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي الآن مقتنع وراضي باللي انت بتحققه ما دام في تعاطف باللي تحقق. اذا كان كان يتمنى ان ده يبقى مصحوب بنتيجه جيده في المباراه هناك، كان يتمنى، ولكنه عايش على امل انه القادم افضل، ومن ثم الهدف ضمن الوجود في دوري المجموعات، 3 نقاط حتى في الدوري ولو بدون اداء يعني تستحق المتابعه الجماهيريه، لكن ولا ترضى عنه الاداره ايضا، ولكن هي 3 نقاط الى ان ياتي يعني ما يسمى بأتوبيس يناير، اللي هو هينازل ناس قدام القلعة الحمراء وهيقول لناس شكرا أماكنكم محفوظة، بس أكيد ستغادروا إلى محطات أخرى يعني. وبالتالي أعتقد أن هي مفصلة نفسها. في توضيح تاني عايز تعقيب حضرتك عليه، كابتن محمد يوسف بيكمل تصريحاته تعقيبا على هذه المباراة، بيقول أن قائمة الأهلي تضم 23 لاعب كان غائب منهم 8 من عناصر النادي الأهلي أو من ضمن 23 اسم نتيجة للإصابة، وأن هذا الأمر بالتأكيد له تأثير على أي فريق، وأنه ده من العناصر طبعا اللي بتؤثر على فرص المدير الفني، وأنه كان يتمنى التفوق بعدد كبير من الأهداف في المباراة الأولى في برج العرب عشان يبقى في أريحية في اللقاء التاني. صحيح. أنا حتى مسجل قدامي هو أنه أحمد فتحي وعلي معلول كانوا لابسين لبس الكرة بس، لكن لا يمكن أبدا تحت أي ظرف من الظروف أنهم يلعبوا، لكن لا يمكن للنادي الأهلي أن يذهب إلى ملعب المباراة وعلى بنك الاحتياط بتاعه هتلاقي الرصيد مش 7. ليه؟ لأنه العدد منقوص أصلا بالإصابات، ومن ثم أحمد فتحي وعلي معلول اللي كانوا يعني في جاهزية بزي الرياضي، هم صحيح بدأوا مرحلة لعب كرة القدم لكن مش مباراة زي دي وتحت الضغوط دي. إنما ارتضى محمد يوسف أن يصحب الذين يمكن أن يطلق عليهم أصبحوا جاهزين لبدء لعب المباريات، بدلا من أن يكون بجواره 5 لاعبين فقط من أصل 7 لازم يبقوا هم رصيدك في بنك الاحتياط اللي قاعد جنبك. هي بس فكرة الملعب، يعني أنا الأوان أنه ما يبقاش ضمن منظومة كلامنا كمصريين عموما، فما بالنا بالأهلي والزمالك والكبار، يعني أنه الملعب كويس أو وحش. كل الملاعب يمكن التدرب عليها والتأقلم عليها، خاصة أن هذا هو كوكبنا وهذه هي قرارة، وأن نجوم النادي الأهلي عندهم خبرات كبيرة بالملاعب الأفريقية اللي فيها المشكلة دي. لكن المدير الفني مصري عربي وطني أجنبي مش بيدور يعني ما عنين عشان الناس يقولك هذا هيقول بيدور على شماعة، لا، لكن دايما بيقول الحكاية كلها، بس قد تكون أحيانا في حالة التباس، زي بالضبط جمل مهمة جدا اتقالت مع الوافد الأرجواني الجديد، اللي هي فكرة يجب الشك في كل ما حول الطب والإعداد في النادي الأهلي. فاللي فسر كلمة الشك دي، وأنا سامع الرجل وهو بيترجم له، يعني يقول لك الشك يبقى الناس دي بقى مش كويسة مهنيا يعني أو كذا، لكن هو يقصد عايز يدرس هل الحكاية اللاعبين لا يؤدوا بأعلى معدلات، هل اللاعبين تحت تأثير مثلا عدم الفوز بقسط من الراحة سواء مع بدايات المواسم أو في منتصفها أو حتى في يوم التدريب بيجهد ثم يذهب إلى المنزل ثم ينام مثلا في ساعة متأخرة حتى لو قاعد في البيت بيقرأ كتاب. وبالتالي عجبني قوي تفكيره اللي بدأ بيه الحكاية، إنه عايز يتأكد إن الأمور كلها وكل العوامل اللي بتخرج عن إطار الأداء الفني في الملعب سليمة، كل روافدها بقى دي ولا فيها مشكلة عايز يتحل، عايز يتشكك في كل حاجة فيه. طيب اللي بيكتب من 1 لـ10 هل هو اللي بيكتب ولا حد بيساعده؟ هل هو عارف الحرف من الرقم ولا لا؟ وبالتالي في الجانب الإعداد البدني، لأنه هو معاه معد بدني، وما علمناه وعلناه للرأي العام كون البعض يتصور انها ممكن تنتهي ازمته في اسبوع واسبوعين، اتضح انه البرنامج يبدا وينتهي خلال 90 يوم، يعني حتى برامج اذا ما اراد الرجل التحول نحو ما هو يعني احدث شيء في الاعداد البدني يحتاج لبرنامج كل ما يمكن ان يفوز به ان يتم الاستعداد والعمل عليه لمده 90 يوم كامله. ومن ثم اعتقد انه ده اللي الراجل هيشتغل عليه أول ما يوصل، بالإضافة للوصلة بقى الجديدة من نجوم
تعاقد معهم النادي الأهلي أو في الطريق أيضا للإفصاح عن وجودهم الكامل. يعني حضرتك مع التوجه ده للمدير الفني الجديد لسارتي أنه بيقول أن أنا عايز أسأل في كل الأمور وأراجع كل الأمور وأتأكد أن كل ما يتعلق بالأمور اللوجستية والطبية والخاصة بالأحمال وتجهيز اللاعبين والأدوات المتوفرة لهم والمناخ نفسه يساعدني على أن أحقق ما أريد كمدير فني. المناخ نفسه ليه؟ لأنه أطلقت يده منذ يعني إنهاء المكالمة بقدومه للقاهرة ومن ثم جه وشاف ما أعلم أنه صور الجيم يعني أو بعض الأدوات، فقد يكون هناك ما لم يصل بعد لمصر، لأنه لو وصل كنت هتلاقيه في جيم النادي الأهلي. أيضا عرفت الأسبوع اللي فات برضو من ناس حوالين الراجل يعني أنه في تدريبات أصلا حمائية، تدريبات حماية أثناء التسخين وقبل بدء المران، اللي هي ما بتجيبش إصابات اللي يقول لك أصل هو في التسخين ما سخنش كويس أو داس على نفسه. في تدريبات تقلل فرص إصابة اللاعب. اسمها كده تدريبات حماية قبل التسخين المباراة وفي مرحلة ما قبل بدء المران حتى الجزء البدني منه. أعتقد أن الراجل هيبقى جايب معاه أحدث موديل، جايب معاه كل الكتالوجات الجديدة، ومن ثم يعني أكيد هيكون في معادلة كان يحتاجها النادي الأهلي بل والكرة المصرية جمعاء. أظن كمان أو الأغلب من الظن وفي الحالات الإيجابية بيبقى خير، يعني مش اسم ولا حاجة، إنه لا هتلاقي مساحة من العمل، قد يتحول العمل ربما لمشفى خاص كده كما نأمل على يسار يعني حجرة الملابس أو يمنها، قد يكون هناك ما يسمى اليوم الكامل. صحيح مش أن اللعيبة تجيب شنطها وتيجي تقعد في النادي، لكن أن يبدأ اليوم وينتهي عند الحكي حتى في فترات الراحة مع لقاء أسرة الفريق، الناس بتقعد تتكلم فيما لديهم، قد يزيد مساحة تثقيف اللاعب احترافيا بألا يبذل جهد في القيادة، قد يعني يشير إليه بأن يكون لديه سائق، أن يكون لديه مدير أعمال غير الأخ السمسار، أنا آسف يعني، إلا نادرا طبعا في نماذج مشرفة يعني. وبالتالي أعتقد أن في يعني زاوية يعني أيضا هل هي أمور إيجابية اللي حضرتك تتكلم عنه ده بيتفق مع ما هو مسجل لما بنشوف البيانات المذكورة في كل وسائل الإعلام والمواقع عن تاريخ لسارتي كمدير فني؟ أيوة. من أول الأمور اللي بيشار إلى أنها ارتبطت باسمه كمدرب أو مدير فني هي الشغل البدني المتميز جدا مع الفرق اللي تولاه. إيه بقى اللي يؤكد وأنا يعني كلمتك أو وصفك المناخ، إيه اللي يؤكد بقى أن هذا القادم سيجد حوالي 99% من عناصر النجاح؟ أن الإدارة الحمراء اعتادت أن تبدأ مسيرة التطوير والتغيير. ولو حضرتك فاكر قلنا مستر كوتي، دوريفي، فايسا وآخرين، يعني كرامر الذي يعني نشأ على دي العظيم محمود الجوهر رحمه الله، وبالتالي لن يجد الرجل مقاومة للتحديث، بل على العكس ربما كانت إحدى فقرات الحوار التليفوني إحدى بنود العقد هو تحديث كل شيء في معسكر الأهلي وتشخيص القروي. المشكلة اللي كان بيعاني منها الفريق في الفترة اللي فاتت، علشان كده الحوار اللي أنا سمعته كده يعني مش نتاج سؤال مباشر أنه هيشكك في كل حاجة، هو مش بيشكك مع حد لأنه عايز يدرس، يعني ترجمتها أنه عايز يدرس كل حاجة، عايز يضع من جديد يعني دستور للكرة الحمراء وشاف المناخ ويعالج أسباب المشكلات عشان ما تكررش. مؤكد لأنه القادم يحتاج بناء الفريق مش كاملا، لكن يحتاج بناء الفريق بمعنى أن أنت تجد ما لديك من لاعبين مسجلين ثم تنظر في أمراض. ونراجع كلام الراجل في أجزاء الحقيقة ربما لم تحلل كاملة، يعني لما تسأل أنت من اكتشفت جريزمان والعضاد سواريز، قال ويعني طب وليه ما تقولوش ان انا بعطي فرص للشباب اللي عندهم الطموح عندهم الشخصية، اذا انا مش جاي يعني لمجرد اكتشف لاعب وازود مساحته، لا انا جاي ارى ما لدي من يعني ادوات اولا، حتى عن الكلام عن الطريقة قال ان الطرق خلاص كلها معروفة ومهضومة، لكن ماذا لديك من ادوات تنفذ هذه الطريقة او تلك، ومن ثم هو كده ادى يعني جرز للاعبين، اوعى حد فيكم يفكر ان هاجي على قوام اساسي واخر احتياطي وربما ثالث لا رغبه في وجوده، لا سارى
الجميع واصطحب معاه سيديهات، ومن ثم اعتقد انه عشان كده ما بقاش في كلام كتير قوي عن التطوير والتحديث في جلب لاعبين جدد، بخلاف ما تم وضعه باستئناس بموقف سواء اللجنة الفنية ثم تولي الكابتن خطيب ورؤيته مع سيد عبد الحفيظ وتحديد التعاقدات اللي تم بعض في الفترة التعاقدات اللي. انت هتلاحظ انه حتى لو هناك ثمة كلام هتلاقي الراجل عرفه وقال اشوف الاول او انتظره، وده اللي يخلي 28 اللي كانت ممكن تبقى 1 او 2 يناير بقت 28 ديسمبر. وبالتالي القادم يعني ترتيب فريق كامل، الانهاء من حالة لا سلم ولا حرب في الاصابات والاعداد البدني، في لبس واضح ما عشان الناس اعتادت في يعني قناه ولو انها قناه نادي بحجم النادي لكن اعتادت دايما على الوضوح حتى في الفقره التحكيميه، لا غضاضه ان الراجل يقول فاول مش فاول على الاهلي او ضده او ليه. وبالتالي لا اعتقد انه هناك مساحه من التجهيز تنتظر الارجواني اللي انا شايف وحضرتك او حضرتك هنا عايز تقول بشكل هل تريد ان تقول بشكل مباشر استاذ عصام انه يبدو من امور كثيره جدا ان لا كان في مشكله محتاجه علاج مهمه جدا في الفتره اللي فاتت ظهرت؟ مؤكد انا عايزه واقفه يعني بس ده اللي لفت نظر المسؤولين. بس انت وانت جايب تتولى اداره النادي الاهلي عندك ملفات كتير جدا، عندك تركه، عندك كمان انك لا يمكن في النادي الاهلي على مدار تاريخه ان حد يطلع يقول الجندي هو السبب او عصام لو هو القادم فيقول ايه لا ده الاستاذ علي هو السبب او الاستاذ جندي يقول لا شوفوا عصام عمل ايه طب انا هحاول اصلح. هذه متروكه خارج كل البوابات الحمراء، ومن ثم انت حاولت تقلل اللود بحلو ومره باخطائه ها وما يمكن ان يكون ايجابي في النص، تاخرت بعض القرارات عادي جدا في عالم يعني يموج بما هو طلب للقمة ولا شيء، يعني حتى القمة مكرر ما بتنفعش مع الكبار، ومن ثم قد تدرك أحيانا قيمة الانتظار اللي الناس فاهمة انه سلبي فيتحول لإيجابي حتى سنة العطلة دي. لكن ما لم يمكن أن يتنازل عنه مجلس إدارة النادي الأهلي كان أن الأهلي أولا، وأن الأهلي لن يغامر بتلك الأرقام، أنا مش هقول العشوائية، الأرقام التي لا تحدث في كرة قدم، مدخلها اللي النادي الأهلي تعود عليه لا يساوي صرفها، ده ما يبقاش لا استثمار ولا تحديث ولا صناعة، بمعنى أن الأهلي لن يذهب إلى رقم 5 مليون دولار ولا يورو ولا 6 حتى وإن كان قادر على الدفع، لأنه حتى الآن بمقاييس النادي الأهلي ويمكن ده ما بيطرحش كتير للجمهور ولا للمشاهدين، دايما الكلام مع الكابتن وده كان من ايام الكابتن حسن انه الاواني يقين امتى انه ندي الاثنين لعيبه دول اللي قاعدين في الاستوديو اعلى رقم لما نعرف ان مبيعات التذاكر زادت وان هنقدر نضيف على البث كما فعل الاهلي في عقود لما نشوف ان الرقم اللي هيدفع ده له مردود على النادي من الشخص الذي دفع في هذا الرقم انفق عليه والا انت بتحولها لسلبيه في المصنع في غرفه الملابس لانه ما لم يكن هناك بتحوله المصنع خاسر بالظبط لو ما خدتش القرارات وفي نفس الوقت بعض العمال قدام الماكينات بيبقى عندهم جزء سلبي حتى لو الخطا منهم هيبقوا في حاله ايه هو ليه مهندس الجندي خد والمهندس حضرتك فكرتني باللي قاله الكابتن العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاسبوع الماضي معانا في الاهلي ليله في مداخله هاتفيه قال ما يفيد وليس نصا يعني قال ان احنا اشتغلنا لازم نوضح للراي العام ولجمهور النادي الاهلي ومشاهدي القناه ان احنا كان عندنا حرص على تحسين الكثير من الامور وضبط الكثير من الامور الهيكليه والاداريه والماليه جوه النادي عشان اما ننفق على كره القدم او على تعاقدات او على اتفاق مع مدير فني جديد او اي امور فيها انفاق ضخم تبقى كمان في اطار سليم لان النادي الاهلي مش معتاد ابدا على انه يلتزم التزام ما يبقاش قادر على سداده او الوفاء بيه وده كلام مهم جدا لانه ده الحد الادنى لانك تتخربش يعني اللي هو بس فكره الا تسد ما عليك ودي حاجه لم ترتبط ابدا بالعائله الحمراء لكن الاهم هي الجدوى الاهم ان تتحول لصانع ولديك منتج كما تصرف عليه يكون لديه مدخول لابد انه التوقيع مع محمد الجندي يساوي زياده التذاكر والمجات والشعارات والاعلام التي تباع هذه هي دراسه الجدوى التي شهدناها على مدار تاريخ الاهلي مع التحديث في منتصف ثمانينات القرن الماضي على ما اعتقد يعني اللي هو زادت قوي مساحه
البيزنس في كرة القدم. يعني الأغلب الأهم بقى ما يقولك خلاص ماتشات لا يمكن الخمسة يشتروا تذكرة وتلاقيها موجودة. يقولك اللاعب ده بستة بسبعة، طب مين قال؟ طب هو مردوده كام؟ مع أن اللاعب هو الحلقة الوحيدة التي تستحق أن يصرف عليها كل الأرقام لأنه هو فرس السبق. عشان كده النادي الأهلي بيناشد الجمهور أنه يكون متواجد في المرحلة دي، لأن النادي الأهلي بينفق المال والجهد ويعني بيبذل وقت كبير جدا وتفكير وأطر لجعل الأمور مؤمنة وميسرة للجماهير، وحتى شكل الحجز يبقى بشكل إلكتروني وسهل على الجمهور وشكل حضاري. لم يكن تحديث ما كانش موجود في الفترة اللي فاتت. طيب أما لما تقول الشعارات اللي بيقولها عائلة الأهلي سواء مع آخر مجلس ربنا يا رب يوفقهم كابت خطيب والذين معه لما عملوا البرنامج اسمه عائلة الأهلي، طيب يا العائلة دي مش محتاجة أن الكل يعمل؟ يا العائلة دي مش محتاجة أنه يبقى في مدخول علشان كل حاجة تبقى منسقة وموجودة؟ هي العائلة دي لما تقول جمهوره هو حماه، هو حماه بس في خلق نوع من الذعر الكروي لدى المنافس في الملعب في بطولات أفريقية أو محلية، ولا أيضا لتمويل السلع دي كما تحب نجم السينما، أنت تحب نجم النادي الأهلي وأنت عاشق، وبالتالي عندما ينتج فيلم كلنا بنروح ناخد التذكرة، أيضا ينتج فريق وتنتج سعادة في صناعة ترفيه يقودها دايما النادي الأهلي. ده بالنسبة لكرة القدم، ولكن بلغة السينما ده شباك التذاكر. هو ده شباك التذاكر، هما الاثنين زي بعض. وأنا بسأل الناس هنا اللي لما بنقول لها كده أين الصناعة الحقيقية أين الاستثمار الحقيقي، بيرد علينا بكلام مهم غريب. مهم أستاذ عصام، البعض قد يسأل الآن، المشاهدين اللي بيسمعوا حضرتك دلوقتي هيقولوا النادي الأهلي بقاله سنين بيبذل خطوات من أجل تحقيق شيء في منظومة كرة القدم الاحترافية وشركات كرة القدم والصناعة وتطويرها، هل هو قادر بمفرده على تحقيق هذا الهدف ولا لازم يبقى في تحرك من المسؤولين في الرياضة المصرية وفي اتحاد الكرة؟ لازم إرادة الدولة، وأنا سعيد الحقيقة لا تفرض على اتحاد الكرة مع احترام الأصدقائنا في الاتحاد، يعني لأن لا زالوا مش عايزين يعملوا رابطة أندية محترفة، يتحدثوا عن لجنة أندية هي في الآخر لا بتتقاضى أجر ولا حد هيحاسبها. استراتيجيتك إيه؟ هتقدر تخلي لنا الدوري ده بعد كام سنة بكام؟ الأهلي متكلم عن الموضوع ده من أكثر من 10 سنين وقام بتنظيم مؤتمر في النادي الأهلي 15 سنة إن لم يكونوا يعني في الحد الأدنى 10 يعني، لكن أعتقد أنه أكثر من 10، لكن ما علينا، هي بدأت بالفعل أهو من عقد على الأقل. ومن ثم لا يمكن أبدا أن أنت تتكلم، بينما بعض مناحي الصناعة دي لسه مانوال، لا يجوز يا أخي. عندما طالب الأهلي بالتحول نحو الحجز الإلكتروني حدثت همامات، وانا اقول لك النادي ببلغ، يا عم بلغ عنك ايه يا شباب، انتوا شباب يعني مثقفين وشفتوا ما لم تراه اجيال اخرى، كل العالم مفيش حد بيروح يجيب تذكره الكرتون دي، كله اونلاين يا جماعه، وانتوا بتعملوا ده وبتشتروا حاجات ليكوا جينز وكذا، تقدروا تواجبوا يعني انت بتعمل ده ايه؟ بلغ ايه واداله معلومات عنك ايه وايه ده؟ ايه ده؟ انت الان تتحدث لغة البعض لا يريدها والبعض مش فاهم مفرداتها، بين هذا وذاك إرادة الدولة. بس أنا سعيد بإرادة الدولة، وقلت لحضرتك قبل كده حتى بعيدا عن الهواء في لقاءاتنا، لا هذا الملف موجود الآن للتنفيذ، ملف الصناعة، ملف أن تكون صناعة الترفيه لها مدخول يا عزيزي، مفيش حاجة اسمها على البركة احنا متطوعين. هل تطلب من الدولة الآن اتخاذ قرارات ووضع سياسات ورؤية لإدارة الرياضة في مصر تفرض وجود واقع اسمه دوري المحترفين المصري؟ حصل حضرتك، ولدينا الآن شركاء في الرعاية، النادي الأهلي الذي شركة وهي شركة وطنية باستثمارات وطنية، هذا لا يعني أننا لا نريد جلب شراكات واستثمارات عربية في البداية ثم من كل العالم، ليه؟ لأنه ده اللي نار ونارنا، اللي عايز رياضته تبقى أدوات أيضا احترافية، فأنا بقول البداية شراكات عربية، ولكن مرة تانية أن أنت تعمل ده فأنت بتهيئ البنية دي كلها للقادم الجديد، لأن الاستثمار في الصناعة دي في بدايتها مردود الحقيقة هم شجعان، يعني عشان كده أنا فخور أن رأس مالية وطنية، ليه؟ لأنه الحقيقة مردودها مش زي أي بيزنس آخر أو حتى صناعة، مش هقول تجارة لا، ولا أي صناعة هيبقى مردودها أقل شوية، إنما
لما المصنع بقى بينتج بكامل طاقته، لا يا حبيبي خلاص بقت من اغلى اغلى ها ما يمكن ان يكون. بس حضرتك قلت حصل، عايزين نوضح الامر للساده المشاهدين، في حصل مواقف ومبادرات من النادي الاهلي وخطوات، في مبادرات لوجود كيانات بترعى النشاط الرياضي في مصر، كيانات وطنيه زي برزنتيشن. نتحدث عن وجود بقى تحويل المنظومه الكرويه الدوري نفسه الى مسابقه بهذا الشكل الاحترافي. بالظبط، لانك ما هو في استادات اهي، لانك تروح الملعب فتسمع مزيكا من الحيطه وتلاقي تواليت لائق وتلاقي رقم لكرسيك وتلاقي يا سيدي اللي عايزين ندخله، خلينا نتكلم بصراحه فور فري، بنهدي له التذكره برقم، اهلا بيه يا سيدي، مفيش اي مشكله. دائما هناك من هم على تماس تستطيع ان تهدي وتتهادى يعني. وبالتالي اعتقد ان الملف ده الدوله اول حاجه عملتها ان ماما الحكومه مش تدي حد من دول فلوس، وستبدا في محاسبته على ما لديه، ما لم يكن قد صنع نادي على حسابه. حتى عندما تصنع نادي على حسابك، ولننظر للاستثمارات العربية التي تشرفنا في الخارج، شوف لما الناس اشتروا، الإماراتيين أشقان اشتروا المان سيتي، هل جلبوا صفقات أغلى من السعر؟ هل في اقتصادياتهم ما يبين أنه صرف 200 مليار ولم يدخل لمصنع المان سيتي إلا 20 أو 190؟ ممنوع، رونج، يروحوا في داهيه كرويه يعني ويحاسبوا، لان في سياسات ماليه منظمه لهذه الرياضه وشديده وصارمه جدا في الدوري الانجليزي. ضد صناعتك حتى لا يكون هذا الانفتاح، ضد صناعتك، ضد منجم في 104 مليون بني ادم، كل العالم بيقول علينا منجم. هناك عنوان من 2013 اسمه مصر الجديده، هناك ملفات للتنميه العامره بها مصر، أن أوان رفع الستار عن هذا الملف. وحضرتك تتذكر اللي تم الاستعانة به كواحد من أفضل النماذج في العالم لإمكانية تطبيق شيء مشابه لها أو يحاكيها، هو الدوري الإنجليزي البريمير ليج. كان النادي الأهلي اختار متحدث رسمي في النادي الأهلي من ممثل رابطة المحترفين في الدوري الإنجليزي، وحصل سيمينار حوالي على مدار 3 أيام، والمهندس عادل القيا كان منظم لجزء من الموضوع، بس مش فاكر بالظبط كان يعني. مشاركاته كان أيامها كابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب في مجلس الإدارة، المهندس خالد مرتجي، أيوه كابتن حسن وكابتن خطيب والمهندس خالد مرتجي تحدث في هذا المؤتمر، واعتقد ان هو كمان تأهل في الخارج. حتى السيد عمرو فاروق وهو وزير في الدوله ذهب نحو هذا الهوى لتحديث مصر. طب لو حضرتك بتطالب مين؟ ايه اللي ناقص عشان الدوري بتاعنا يبقى دوري محترفين فعلا زي ما احنا بنشوف الدوريات العالميه وتبقى صناعه رائعه؟ انا اطالب الدوله انه بعض التعليلات في قانون الرياضه، وليس فقط ان يعني تكلم بقى اتحاد الكرة في ودنه السيد وزير الشباب علنا يقولوا لهم لن نرى مرة أخرى واحد بيقول أنا متطوع، لجنة مسابقات مفيش متطوع، لجنة طوارئ مفيش متطوع. أتمنى أن نشوف كل حاجة على الهواء أونلاين، أتمنى أن نشوف تسعيرة ضرب وقف، مفيش حاجة بيجتمعوا لها عشان يقرروا فيقولك أصل الكوع ده حنين شوية، لا أصل هو اعتذر له. نشوف التحكيم مش اجتهاد وخطوط موبايل فالشريحه تقع، لا، الادوات اللي بتيجي يا راجل الرزاز ده، وما تقوليش دي حاجات، دي لما تبدا بيها الصغيرات دي هي اللي بتاتي بالصناعه كامله. عشان كده قلت لحضرتك الشركاء اللي موجودين براس مال وطني هيجذبوا استثمارات خارجيه، ليه؟ لانه الشغل هيبقى بالبلدي زي جمهور الكره على ميه بيضاء، الساحه ستكون مهيئه، لن تكون هناك عوائق ولن يسرق جهد المجتهدين. ومن ثم اعتقد انه ده يليق على مشروعيه اسمها قانون يحكم الجميع في الاستثمار، وايضا على تطوير نحو دوري اعتقد انه خلال موسمين يساوي من 4 ل6 مليار جنيه. واعتقد ان بقول هل يقف اتحاد الكره مع هذا الاتجاه سواء فرض عليه او كان شريك في التحضير له، ولا هيحاول ياخر الخطوه دي لانه بعض الناس بتقول انها قد تصطدم ب هيمنة اتحاد الكرة او صلاحياته على كرة القدم؟ هنا بقى الجمال، او هتسحب من الصلاحيات هنا بقى بدل ما نروح لاتحاد الكرة. اولا لازم يحصل العديد من التعديلات في اتحاد الكرة، لا يمكن ان تكون بتعمل مع الاتحاد وضد الاتحاد، ان تكون بتعمل عملين على نفس الاقتراب وعلى مسافات واحدة، ويعني ده ملف يحتاج اوقات. لكن الاهم انه مش بس ما يقاومش، انه الجمعيه العموميه التي هي الانديه لا ترضى ابدا ان رابطه المحترفين اللي هي 18 نادي يبقى اللي بيقعد علشان يتكلم عنها 216 نادي او 261 نادي، اللي بيلاقي 50,000 ها ومشغل 3-4 قرايبه في انديه يا ريتها الشعبيه. ها يا استاذ محمد وحضرتك عارف، تعالى نقول للجمهور العظيم اللي بيتابعنا ده، من العار ان تكون من ليفربول وتشجع
فريق مانشستر المدينة الأخرى، هذا ما كان يحدث العار الكروي طبعا، هذا ما كان يحدث في المحروسة، المنصورة، اسكندرية، السويس، اسماعيلية، بورسعيد، صح ولا لا؟ لم تكن الكيانات اللي محدش في مباريات مع أندية وبتدفع فلوس كتير جدا لنا وحضرتك ومثلا زملائنا في القناة 5-6 مش هنشتري، ويمكن لو بعتوا لنا ده مش هنروح برضو، ومش هنجيب مج لبنتنا ولا لخطيبتنا ولا لزميلتنا ولا لجارتنا ولا أي حاجة. كل ده أنا أوان أن يختفي وأن تمتلك الدولة هذه الإرادة. وأعتقد إيه الرقم اللي حضرتك شايف أنه منطقي أنه هو يكون رقم من لهم حق التصويت في هذه الجمعية العمومية لأندية المحترفين؟ أعتقد أول حاجة زعلتني من اتحاد الكرة ومع الانتخابات أو الجمعية العمومية اللي فاتت أن يرجئوا أن يكون دوري ما بعد الممتاز، سموه بقى مش عارف إيه كده الممتاز به، مفيش حاجة في العالم اسمها الممتاز به، في بريمير ليج وسكند ديفيجن، يعني دوري الدرجه الثانيه على طول، والدرجه الثانيه كانت امنيه يا اخي انه اللي فوق يبقى زي اللي بعده، ثم مجموعات ثم حركات ثم هوايات ثم يا حضرات زي ما هم عايزين. التاجيله دي الحقيقه ألمتني جدا. ده اول حاجه. اذا المطلوب ان تكون هذه الرابطه من 18 نادي للبريمير ليج ومثلهم، او لو هم لسه 70 ومصممين يقعدوا بيهم سنه ولا اتنين يبقى مثلهم للرابطه الاخرى، ثم اللي تحت دول بقى الله يكون في عونهم يطلعوا 150. حضرتك بتقول على اقصى تقدير يكون حق التصويت لانديه الدوري الممتاز المصري ودوري الدرجه الثانيه، هو ده اللي بره الرابطه الانجليزيه ما بتبيعش كل الدوريات، بتبيع بس دوري اللي بتاع، لان الناس دي بتاخد فلوس. حضرتك الرابطه دي مفيش حد بيقول، لا انا بستوضح الامر لانه ما وضحش في النهايه بالنسبه لي كلام حضرتك، طبعا رؤيه واضحه جدا، لكن حضرتك بتتمنى الصوره المثاليه انه يكون التصويت لانديه الممتاز فقط ولا انديه الممتاز ومعاهم في مصر انديه الدرجه الثانيه؟ ولو اللي هو الدرجه الثانيه ان شاء الله الامل ده يتحقق، رضوا ام لم يرضوا، يبقى موجودين دول ودول في رابطه واحده موافقين، ده على اقصى تقدير، على اقصى تقدير. لكن طالما هي لسه مجموعات يشوفوا لهم هم رابطه لوحديهم بقى، لدرجة انه الكيانات الاستثمارية الوطنية الوقتي بتبدأ تزعلهم وتديهم فلوس كده رعاية، لانه حق المجتمع. مش يعني حضرتك هنا بتقول ان ما ينفعش الامر يستمر كده؟ لا لا يمكن. بالشكل ده نحن لا نزكي وجود صناعة رابحة في كرة القدم. لا يمكن. واعتقد انه من فقل الخير، سيبك بقى من ده، كان معانا من 30 يونيو 2013، وبامتداد كل مناحي التنمية في المحروسة العظيمة دي لغاية لما اقول لك انه كمان في الملف ده تأتي 2019 الكان أو أمم أفريقيا لتقام في مصر، أعتقد ده هيكون فعل خير، وأعتقد أن الملف الدولة ستجبر بحب كل من يدير هذه الصناعة أن يمتثل لأن تتحول لاقتصاديات هامة يحتاجها هذا الوطن إن شاء الله. طبعا الكلام مع حضرتك احنا دايما اعتدت ان احنا نتكلم في اتجاهات كثيرة جدا، ولو اتسع الوقت سنعود لهذا المجال، ولكن عايز ارجع لبداية حديثنا عن المباراة عشان بس حاجة محدش يقول من اللي بيتابعونا انه يا جماعة هو انتوا قلتوا المبررات بس وجهة نظر كابتن محمد يوسف، ولسه هنستعرض كمان تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ. بالعكس انا بعض المبررات مش عاجباني. احنا قلنا لا، بس احنا اتكلمنا بموضوعية شديدة وقلنا طبعا الاهلي مطلوب منه يفوز في كل اللقاءات. في نقطة هسأل حضرتك عنها، لان احيانا بيتم تداولها بين جماهير الاهلي، انه مهما كانت الظروف حتى لو المباراة اجمالي اللقاءين وصلنا لدوري المجموعات، الا انه في ناس بتقول يا جماعة النادي الاهلي اعتاد برصيده وتاريخه وانجازاته واسمه انه المنافس يهابه، وانه رصيده وسجله في اي بطولة يبقى بيؤكد انه على قدر هذا الاسم وهذا التاريخ، وان الاداء يبقى ما فيهوش خسائر او محطات تخلي في جرأة من الفرق اللي هتواجه الاهلي في الفترة الجاية. حضرتك مع الرأي ده ولا ضده؟ لا طبعا، ان الاهلي ما يخسرش في مشواره ويحاول انه الكلام ده قديم شويه بقى. يعني الكلام ده كان ينفع من 10 15 سنه اللي احنا بنتكلم فيه، مش عملي. لكن الان اصبحت هناك في قارتنا السمراء وحولنا في كل العالم ما يسمى باهداف هذه الصناعه، وراجع مازيمبي وراجع القطن الكاميروني وراجع حتى الفريق اللي الاهلي كان بيلعبه، جيما هو نتاج رجال اعمال واسمه فريق الملوك والمليونيرات وحاجات كتيره قوي اكيد طبعا انتوا غطيتوها يعني في القناه. لكن الاهم هناك فاترينا اصبح العامل الذي هو اللاعب يفرض نفسه، يفرض اسلوبه. خلي بالك انت الان لا تشتري فقط لاعب برشلونه ب 100 مليون، لا قد تشتريه من اي ريال بقى، معرفش اي ريال فيهم اللي هو في الدرجه الثالثه مثلا،
ب 90 مليون. ليه؟ لان هذا اللاعب افصح عن وجوده، اتعرض في الفاترينا اللي هي اسمها الاحتراف، اللي هي اسمها الصناعه، ومن ثم لا دي مقوله قديمه قوي ان يتراجعوا. كانوا بيتراجعوا في قارتنا العظيمه دي لما كانت الكره عندهم اتحادات مسيطره وخلصنا، والدوله بتضخ على قد ما تقدر. كنا بنشوف لعيبه سواقين تاكسي ولا يعيبهم طبعا، لكنه مش فاضي للكره. انا شفت ثلاثه من لعيبه كوتوكو في تسعينات القرن الماضي جايين بتاكسيات، عرفت من احد الذين تعلموا في الازهر، قال لي هؤلاء يعملون سائقي سيارات اجره. لا حضرتك هنا شفت السؤال من زاويته العكسيه، انه فكره ان المنافس له حق في الطموح في المباراه طبعاً، وان الامور اصبحت متغيره في احتراف وفي انفاق وفي تمويل، واصبح المدرب الوطني اللي كنا الاول. لا احنا كان قصدنا من زاويه رؤيتنا احنا الاهلي، نادي الاهلي لهذه المباراه، ان النادي الاهلي يحاول، مفترض في جماهير بتقول انه يحاول قدر المستطاع انه يبقى نتائجه كلها متميزه جدا في مشواره في البطوله، لانها بتصعد من فرص كل مباراه وبتعلي. لازم يعرفوا ان في دروب، والجمهور مش واخد باله ان في دروب. انا بتكلم عن اتنين لعيبه نجوم كبار جدا، مش هنقول اجايين اللي لسه ما دخلش ولا عاشور اللي لسه ما اكتملش، لكن احمد فتحي وعلي معلول لابسين لبس الكوره وشادين الشده زي يعني الميري زي ما بيقولوا الشباب كده، لكنه لا يمكن يلعب لانه لسه راجع من الاصابه، لانه لسه راجع. وبالتالي هيجيب منين اللي انت عايزه ده؟ لا بس انت عايز تطمن الجمهور الاهلاوي وقول له اوعى تفكر انها فقدت. لا انت ما اتنشلتش يا صديقي، لكن الموجودات الان تحتاج لبعض الرتوش زي ما قلنا. هناك مستجدات، هناك دفعة جديدة هتدخل على هذا الجيش الأحمر. لا ونجوم هيرجعوا للمشاركة كمان إن شاء الله، بالإضافة لأركان هذا الفريق التي كانت تحمل على أكتافها بقى اللي حضرتك قلته ده، إنها تخوف أحيانا حتى لو التيم كله مش في أفضل حالاته اليوم، لكن في تقل في الملعب ما بيسمحش بالتفوق على الفريق، وكمان ما كنتش تشوفه على مدار مثلا 6 أسابيع ورا بعض، لا ما لا تقبل وغير محمودة في النادي الأهلي. ومن ثم لا طبعا الناس برضو، بس الناس بتقول لا عمرنا ما هنصدق ان الاهلي يروح الناحيه دي. طب هو راح فين؟ لا زال لديه مؤجلات، لا زال لديه فرص في التغيير. قلنا بقى انه رغم كل ده اسبوع فارق عن 28 يناير وعن بدايه 28 ديسمبر وبدايه شهر يناير، ثلاث ايام اخرى يظهر نجومك الذين يعني المفترض يا استاذ عصام ان احنا الامور هنشوف فريق بشكل مختلف تماما ان شاء الله وروح مختلفه تماما من بدايه يناير مؤكد باذن الله. فبالتالي لا شماعات، وعشان كده انا بقول لك لو حد في النادي الاهلي وقلناها كتير هنا وفي كل حته بنملك ان نقول فيها كلمه حق، لا ما حدش يقول لي بلعب كل 72 ساعه. حضرتك شوف الكتاب بيقول تعمل ايه عشان 72 ساعه، تعمل ايه عشان تسافر وترجع، ما تقوليش اقعد 5 ايام واما ارجع ما العبش. وعجبني جدا ان النادي الاهلي لعب ماتش في نص الحكايه. انت بقى عايز تشوف رود طيران تاني شوف، ما انت عايز تقول لي اصنع ليه، ما انت عايز تقول لي انا الكبير ليه، ما انت عايز تجود على الاقتصاد المصري بانك تضيف له اسهم جديده اسمها صناعه الرياضه وفي القلب منها مصانع كره القدم. على اي اساس؟ هذا هو شان الكبار والاحتراف في القلب منه. لا يمكن ان احنا نصبر كثيرا بقى على سماع كمان، احنا قلنا النجوم هم خيول السباق التي تستحق كل السكر النبات وكل الشربطات وكل. فازاي بشكل علمي واكاديمي واحترافي تبقى غياباتهم في اضيق الكلام، وازاي هو كمان يقنع ان في وظيفه اسمها لاعب كره فلا يفر من المران تحت اي مسمى غير احتراف النادي، او لو غاب او تعرض لاصابه بعد بكره ازاي يرجع في اسرع مدى زمني متعرف عليه عالميا من الاصابه دي. من كله بقى اذا عرف ان هو معلقه يعني ملح واحده على الشوربه هي الافضل، لو نفسه في معلقه وحته لا يمكن. اشياء مقابل اشياء يا عزيزي. طيب انا عايز حضرتك كمان ومقابل ما يسمى مهنتك. طيب انا عايز حضرتك تعاقب كمان على تصريحات او تعليق الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره عاقب هذه المباراه، بيقول لعبنا هذه المباراه في ظروف صعبه سواء من حيث الطقس السيء او ارضيه الملعب، ولكن الاهم ان الاهلي تاهل الى دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، واشار الى ان الاهلي اهدر العديد من الفرص وهو درس يجب ان نتعلم منه ويتعلم منه الفريق خاصه في مثل هذه المواجهات بالغه الاهميه، وشدد ايضا على ان الفريق اجتاز عقبات كثيره في بطوله الدوري العام ودوري ابطال افريقيا في المرحله الصعبه التي يمر بها الفريق، وبشكل عام الاهلي في تقدم وفي حاله تحسن مستمر. راي حضرتك ايه؟ طيب اضعنا الكثير من الفرص تمام،
لعبنا وكان يمكن الخروج بنتيجة أفضل. كل ده طبعا منطقي جدا وهتحدث عن الأهلي الكبير. لكن أنا بقول للطاقم الفني ما لا يقبل بعد كده من اللاعبين ومن الإدارة الفنية حين تكتمل عقدها كاملا بمدير فني أجنبي ومعه مخطط كذا وماذا، لا يقبل أبدا أن أنت والجون فتشوطها في صدر الجون فيقولوا يا بختك. لا، حضرتك في حاجة اسمها تشيلها تشيب بما يساوي، ان انت بدام بتعرف تنفرد فتتمرن على 50 انفراد. وليد ما شاء الله خاتم سليمان العظيم ده بيحط الكرة من فوق الحيطة لازم يلعبها 50 مرة، مش بس يبقى دعوات البشر هي اللي بتمكنه جنب مهارته طبعا واجتهاده، لكن اعتقد انه في حاجة لخمسين زي المعدلات على 100 عشان ما يقولوش شلتوت بيفتي، لخمسين كرة لفاول بيجيبه بيجيبه وهكذا مواضيع. الراجل اللي ما بينطش الا شبر وعايزين ينط شبرين يشوفوا كتاب النط ده منين ولازم يضيف له استك ازاي يعلم معدل اللياقه ويمكنه منه. لكن كابتن سيد بيرد على مش غضبه، لا على قلق الجماهير، بيقول لهم يا جماعه يعني عايز مساحه من ترتيب العمل لفريقه الفني لان سيد هو مدير الكره وبالتالي عايز يعمل لهم مساحه يشتغلوا. فيعمل ايه؟ يقول لهم يا جماعه رغم اللي احنا بنقوله ده، لان سيد عبد الحفيظ ابن الكوره ما ينفعش يقول الملعب والجو لان احنا ما رحناش فجاه فحصل بركان يعني، لكنه بيقول لهم ورغم هذا موجودين وعايشين وفي مؤشر بيتحسن، وبالتالي هو بيمنع الالتباس عند الناس ان الاهلي لن يتغير في قادم. والحقيقه اجمالا تصريحات كابتن سيد وكابتن يوسف بعد المباراه الاولى في برج العرب والمباراه الثانيه في اثيوبيا اعتقد انها تصريحات منضبطه جدا ومقنعه جدا للناس. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، قالت ان في اخطاء فنيه زي ما حضرتك قلت، وان احنا كابتن سيد بيقول لازم نتعلم من الدروس دي ان ما نضيعش الفرص لانها بتترجم لاهداف. أكيد. وكابتن يوسف قال احنا اهدرنا العديد من الفرص في المباراه الاولى وكنا ممكن نزيد، كنا نتمنى زياده رصيدنا من الاهداف. اذا في امر فني محتاج تعديل بيعترف بيه ويؤكد عليه. هو ده. ده كلام احترافي جدا هو مدير الكره والمدير الفني، وبالتالي بيزيل الالتباس وبيزيل فكره انه الناس تفقد الطموح، لانه الامال اصلا عمرها ما تفقد في شهر ولا في موسم ولا في موسمين، لكن تفقد الطموح في انه فعلا من هنا لغايه اتوبيس يناير زي ما قلنا هيحصل تعديل، وتعديل فني كبير جدا ليس في عدد اللاعبين الجدد وفقط ولكن في سيستم صناعة جديدة جدا أو بيتم تحديثها عبر النادي الأهلي في الموسم الحالي. هرجع لكرة القدم مع حضرتك بعد قليل. التعاقدات الجديدة، التعاقد مع المدير الفني الأوروغواياني لاسارتي والصفقات الجديدة من لاعبين مصريين وأجانب والشكل اللي حضرتك متوقعه فنيا في يناير، لكن هنخرج عن الإثارة ده قليلا لأني أعلم أنه في حالة ضيق ولكن غير معلنه لانه اداره النادي الاهلي دايما اداره احترافيه. لدى المسؤولين في النادي الاهلي عندي قناعه ان عندهم شعور بان في هجوم ممنهج على النادي الاهلي وعلى مجلس الاداره الحالي منذ قيام او اجراء الانتخابات نفسها ومن لحظه اعلان فوز الكابتن محمود الخطيب وقائمته مكتمله بهذه الارقام المرتفعه جدا والنسبة العاليه دي في الانتخابات. صحيح. راي حضرتك ايه وتعليقك؟ لانهم حاسين، انا بشعر انهم حاسين ان في محاوله لتقليل التقليل من شان الجهود المبذوله على مستوى الكوره او المستوى الخدمي والانشائي في النادي والتطوير بشكل عام. شوف، هو يعني العرف في كل الدنيا انه مجموعات ضد مجموعات بهوس احيانا بمنطق او شبه منطق احيانا، لكن هي الظاهره زي ما حضرتك قلت المره دي تقيله شويه. ثقلها جاي ان المعارضه الحمراء تحديدا كانت دائما يعني لا تبدو انها ضد فقط من اتى او ضد من يتولى الان امره تسيير الامور، مش هنقول الحكم، لا يوجد في الانديه حكم يعني. ومن ثم المره دي بس كل حد عاوز يحسب نفسه على المعارضة بيقلل زي ما حضرتك ذكرت بالظبط من حجم العمل ولا يراعي أبدا أنه في مساحات زمنية يقاس عليها وأنه في تجارب للآخرين. منذ متى وأنت تتحدث عن تجربة يعني يتم رصد خطاياها في 60 يوم؟ يعني ده سنة لا يمكن الحديث عنها، يا دوب في أول جمعية عمومية يظهر. ده الهجوم كان من اول يوم. انا بقول لحضرتك انا مش بقول 30 بقى، بنقول 60 يوم. يا ده امبارح نجحوا في الانتخابات ما جوش بكره، تصدق يا جندي؟ لا، هذا الرصد يعني لا يستحق النادي الاهلي من معارضته قبل مؤامته. اتمنى انه في القادم، لانه الناس لو فضلت عامله زي ما حضرتك اشرت ل
جبهات ضد جبهات، اعتقد انه ده مش هوى النادي الاهلي ولا كمان هوى الشباب في مصر انهم يقفوا لبعض، حتى لو قلنا بقى ان الحكايه انديه كمان ضد انديه، مش النادي الواحد بمعارضته. حضرتك بتقول ان مش دي الامور المتعارف عليها داخل هذا الكيان الكبير، مش ده الشكل اللي طبعًا دايما بالنادي. واذا استمرت بقى بين الانديه دي اضافه، يعني اعتقد كده الشباب لازم يعرفوا الملاعب ليه في قلق ان تمتلئ بحضراتهم، قلق لانه هناك حاله يعني شحن غير عاديه، يعني هناك ما يخشى منه عليهم هم مش على اي حد. الدوله خلاص دلوقتي في قانون يحكم الجميع، ولكن هل هكذا تظل الامور معلقه في اجواء رياضيه؟ لا اعتقد. انما الاعلام اصلا في كل الانديه عليه بقى ان هو يصدر وجبه حقيقيه، وجبه ترفع الغطاء دائما عما هو متاح، مش ما يعمل منه في طي الكتمان، نظرا يعني للفوز بنجاح عمليات محدده او مشروعات مستقبليه يتم التخطيط لها، او حتى في حكايه اللاعبين والانتقالات. لكن على اعلام الانديه الافصاح الكامل، وان لا تكون هناك اداره للشائعات صراحه. يعني لا يمكن ابدا ان انت ما يبقاش عندك حاجتين مهمين، واحده منهم اسمها اداره الشائعات، واحده منهم اسمها اداره الازمات التي لم تحدث بعد. يعني كنا نسمع تتجمع عند الازمه، اعتقد ان النادي الاهلي يليق بيه ان يبقى عنده اداره للازمات التي لم تحدث، فيها استقراء، فيها تحليل لما هو قادم، استباق الامور السلبيه اللي ممكن تضر بالزبط. النادي وهذه الامور السلبيه ضمنها معلومات قد تكون، ده أكيد، غير حقيقية، مش بس قد تكون، أو البعض منها يحمل جوانب غير حقيقية أو تحتاج تفسيرات. ما النهاردة هوى الشباب أنه عايز يعرف المعلومة. العالم الافتراضي العظيم اللي احنا عايشين فيه ده فعلا حاجة. هل حضرتك بتطالب أن قنوات التواصل بين، هل تطالب بأن تكون قنوات ومساحة التواصل بين المسؤولين في مجلس إدارة النادي الأهلي والرأي العام والجماهير وأعضاء النادي؟ هل حضرتك شايف انها محتاجه مساحه اكبر ولا اعتقد اعتقد وهذه المساحه ليست عبر اعلام النادي فقط، لكن لماذا لا يتم تسجيل، مش حلقه تلفزيونيه، تسجيل مواعيد محدده للقاء الجمعيه العموميه على الاقل مره شهريه في كل فرع من فروع النادي، ويترك يعني كل من هو موجود ليطرح ما لديه من اسئله، ويكون هناك مساحه للرد. طب ليه جمعيه عموميه يا استاذ عصام مش في لقاءات دوريه بيعلن عنها مجلس الاداره مع الاعضاء حتى بدون الارهاق بتاع الترتيبات الاداريه الكبيره اللي بقول مفيش. انا بقول لحضرتك حضرتك وانت تتمنى تبقى في جمعيه عموميه وانت بتسالني، لا بدون جمعيه عموميه لقاءات دوريه مع الاعضاء، لقاءات دوريه شهريه يذهب فيها احد ممثلي الاداره. لا ما حدش قال ان للرد على كل التساؤلات وتوضيح كل التساؤلات على كل الاستفسارات على بعض الشائعات على بعض المعلومات المغلوطة، حتى مش هقول المضللة، ويكون في ملف أساسا شغلة هيئة زي هيئة الإعلام كده أن تدرس ما يلقى به داخل هذا الوطن إن صح تجميل. يعني حضرتك تفضل الصورة، لو بنقترح اقتراحات، حضرتك شايف الصورة الأقرب إلى ما تريد هي مؤتمر صحفي يقام شهريا بحضور الأعضاء داخل مقر من مقرات النادي الأهلي وحضور أحد أعضاء أو المتحدث يكون واحد من مجلس الإدارة، ولا بريس ريليس بيخرج بشكل دوري؟ إن ده موجود. لا البريس ريليس ده بص موجود. الصنعة الاحترافية في الإعلام الأحمر موجودة، يخرج لإيه؟ للشعب الإعلامية، للروافد الإعلامية، للمنظومات عفوا المحترفة. أتحدث عن يعني شعب الأحمر، يعني الشعب الأحمر يستحق حاجتين. مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة يحضروا من هم في فرع كذا او ماذا او حتى مسجل، ومن ثم هم بنفسهم يأنسوا برد من مجلس الاداره او في حضور مجلس الاداره مع المتحدث الرسمي او كل في منحاه بعيدا عن فكره الجمعيه اللي هي بتتعمل لمناقشه ميزانيه او كذا، وبالتالي ستجد فرصه لان يعي الجميع، خاصه اللي هم زي ما قلنا العيله الحمراء الشعب الاحمر،
أنه لا يمكن أن تكون هناك أشياء لا يعرفوها في حدود ما هو لصالح النادي. هنا حضرتك بتتمنى وجود دوريات للقاء في مؤتمر صحفي ولقاء في نفس الوقت مع أعضاء النادي، مش العمل المحترف بقى. أنا بتكلم على العمل الأهلي، الجامعات الأهلية، بحضور ممثل أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وبحضور المتحدث الرسمي باسم النادي، ومؤتمر صحفي بقى يفصح عن ما يدور ويشغل الناس من قضايا هامة فورا، يعقد لها مؤتمر. إن ده مطلوب كل فترة زمنية دلوقتي طبعا عشان يعضد الحقيقة ما يفعله الإعلام بقى المحترف الأحمر، إذا كان القناة أو المركز الإعلامي أو كل الزملاء، يعني لازم تعضدوه بكده، وإلا الناس دي عمالة يعني تقدم كل ما لديها من جهد. هي تحتاج أيضا قناعة وإقناع للشعب الأحمر من المجلس، وبالتالي فكرة أن المجلس صحيح بيدي العيش لخباز وهي عادة حمراء تاريخية يعني، ولكن آن الأوان لأفكار جديدة. أنا مش مخترع يعني ولا مبتكر، لكن أفكار جديدة اللي هي ممكن نسميها بالبلدي سهراية. أنت قلت عائلة الأهلي، خلاص فالتزم لعائلة الأهلي، خاصة أنه يعني طليق جدا التسمية لأنه في فروع كثيرة ودائما العائلة تتزاور يعني. ومن ثم أعتقد أنه لقاء شهري في كل فروع النادي يعني. اعتقد انه ده مهم، وحضرتك عاصرته وشفناه حتى بعد الانتخابات لما اللقاء مع الكابتن خطيب ومجلس الاداره بيقال مردود طيب جدا على الاعضاء، مردود غير عادي. ليه؟ لانه ما فيش حد بيملي على حد اسئله ولا احد يرفض الاجابه. طيب حجم الجهد المبذول حضرتك شايف وفقا للارقام اللي بيعلن عنها المدير التنفيذي للنادي والميزانيات وما تم انجازه حتى الان وخطه العمل اللي بيؤكد المدير العام او المدير التنفيذي الكابتن مرجان انها ماشيه زمنيا كمان افضل الحمد لله من الجدول المعلن مسبقا، وبتمويل وروافد ماليه مطمئنه جدا وبتغطيه نفقات بالشكل الامثل. هل هذا الأمر مش جهد يستحق الإشادة ويطمئن الجميع في الرأي العام على حجم العمل في النادي الأهلي؟ يطمئن، لكنهم في النادي الأهلي لم يعتادوا لا انتظار الإشادة ولا طلبها، فهي دي بقى موروث عند من تربوا. لا هو محدش يعني طلبها، احنا بنتكلم على الناس اللي بتنتقص من حجم الجهد. ما ده اللي أنا بقوله لك، يعني أنا الرسالة للي بينتقص، هم الناس مدربة على كده إن هم لا بيطلبوا الإشادة ولا بتخليهم ينتظروها، ولا كمان بيبتئسوا لما يلاقوا حد مش مقدر، يعني ما بيقولوش ليه كده، لا مش عادة حمراء الحقيقة يعني، مركزين في شغلهم أكتر بالظبط، لأن هو خد على عهدته أنه خلال العقد اللي أنا أعيشه والعقد اللي بيني وبينك أنه عندنا بنود لازم ننفذها. الأغلب الأعم والذي يثبت صحة صوتك اللي أنت اديته في توكيل، وانا كنت سعيد لو انت فاكر اما بيتقال دول وكلاء عننا مش حكام علينا، اعتقد انه ده مهم جدا جدا انك تحس ان صوتك ما راحش هدر، وان الجمله اللي بتتكتب دي احيانا بتبقى هي صوتك امانه، فعلا صوتك امانه. هختتم مع حضرتك بسؤال عن الراي اللي بيقول ان دايما مهما كان في حجم عمل وجهد داخل النادي من كل المسؤولين والعاملين فيه، إلا أن عنوان النادي الأهلي دائما أبدا هو كرة القدم والرياضة، وفي المقام الأول كرة القدم. بالتالي هنتكلم عن أبرز ما تم، وحضرتك شايف الاتجاه ماشي في أفضل شكل ممكن، يعني إلى أي مدى فيما يتعلق بالصفقات والتعاقد مع المدير الفني وإصلاح وتطوير أمور كرة القدم بشكل عام. أنا شايف أنه الهيدلاينز محطوطة وجاري التنفيذ على الأرض، لكن أملي إن أنا أشوف الحاجتين ثلاثة اللي قلت لحضرتك عليهم كمتابع ومحلل وكأحد من يدعي أنه بينقل للناس بأمانة شديدة جدا، أنه طبعا لما تقول لي 4 لـ5 صفقات وربما في واحدة كمان زي ما سمعنا وهي من العرض الثقيل عن مهاجم برازيلي ربما إن صح يعني الكلام، والخواجة زي ما قلنا واثنين مساعدين، وأتمنى لو طلب مساعدين 2 كمان في أقصى تقدير لا مانع أبدا من تحديث كامل إذا طلب الرجل، لأن ما أعلمه أنه هو اتقال له لدينا الكثير، بما أنك قلت أن مصر والنادي الأهلي هم من العلامات في المنطقة وفي القارة، إذن لو طلبت الاستزادة سيجاب طلبك يعني، إذا كان كده يجوز. لكن الأهم بالنسبة لكل المتابعين والشباب تحديد، كله نفسه يشوف الفرقة والنادي في غاية الاحتراف، يشوفوا كل النجوم الغوالي دون إصابات، أحدث الأشياء. فهذا هو ما أنتظر من الإدارة الحمراء، وأن يظل فعلا مشروع عودة الجمهور هو مشروع الأهلي وأيضا الزمالك وكل الكبار، لا سبيل إلا
الترقيم وأن ترفع عن كاهل الأمن فكرة أنك عايزه هو بمساندة الجيش العظيم هو اللي يقف على البوابات. لابد من تدريب شركات والأهلي أولى بها. يعني أتمنى أنه أي بطولة جاية لو الأهلي يتعاقد مع شركات نلاقيهم ودوا مثلا كم مدير على كم حتى فرد أمن منهم يشوفوا ماتش في الشامبيونز ليج الأوروبي يشوفوا كذا. الأهلي اعتاد أن يقود يعني مقدمة التغيير. هختتم بهذا السؤال سريعا أستاذ عصام. احنا دايما حضرتك بتؤكد ان رأيك بالنسبة للأمور الفنية شورى وحضرتك بتحترم التخصصات طبعاً. وأهل الخبرة طبعاً. لكن في أراء كتير جدا وجماهير ومشاهدين بيتمنوا من ضمن هذه الخطوات للتطوير والتعاقدات الجديدة مساك بمستوى متميز جدا. وأصحاب الرأي ده بيقولوا نعتقد أنه في حالة التعاقد مع مساك قوي جدا مدافع قوي جدا هتبقى الصفوف كلها سوبر في الفترة الجاية مع العناصر المتميزة الموجودة. رأي مؤكد في حاجتين مساك سوبر طبعا ولازم رامي ربيعة يتقال لنا هو في ايه بالظبط الحقيقة. يعني ما هو مش ممكن في أرجاء المعمورة وعلى الكرة الأرضية لا علاج لرامي ربيعة ولا بد. ما فيش حاجه بس ما معقبه المخطئ ولا يغادرنا ده كلام كبير قوي اذا كان هناك سمت ما يحتاج تحديث. فاعتقد انه مش لانه لاعب عنده امكانات عاليه جدا من الاوراق المهمه قوي للفريق. البحث عن التحديث حاصل عشان ما يقولوش احنا بنجامل المجلس ولكن اعتقد انه اوان مزيد من التحديث. وفعلا هي مساك دي حلوه لان نقول مساك الله بالخير يعني. احنا بنسعد بوجود حضرتك معنا دايما استاذ عصام وبسعد بصراحتك كمان في الحوار. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع. مره تانية كل سنه وحضرتك طيب وعام سعيد عليك وعلى الاسره الكريمه واسعدتنا بوجودك معنا. انا اللي بشكر حضرتك ويا رب 2019 عام على كل العالم من ارض مصر بكل خير وسلام يا رب. يا رب ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين واحنا في الايام الاخيره من عام 2018 وباذن الله الامور تكون افضل على مصر والمصريين والامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله في كافه الاتجاهات وعلى صعيد الرياضه المصريه. نتمنى زي ما قال ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام ان يشهد عام 2019 تطوير حقيقي لمنظومه الرياضه وصناعه كره القدم في مصر وهذه القاطره اللي تعودنا دائما ابدا والمبادرات فيها ومن يقودها دائما ابدا هو النادي الاهلي وباذن الله يستكمل مشواره بنجاح في هذا الاتجاه. بشكر حضراتكم على المتابعه ختام هذا الحوار وفقرتنا الاولى في الاهلي الليله ولكن ابقوا معنا الفقرات مستمرة وبعد الفاصل في فقرات حضراتكم هتتابعوها متميزة جدا مع كل من زميلي العزيز أمير هشام وزميلي العزيز الكابتن خالد العوضي. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.